يا مساء الفل عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم من انا. النهارده هنعمل سالمون بسلطه المانجو، سالمون ستيك بسلطه المانجا، وبعد كده هنعمل زبادي بالمانجا. طيب ايه المكونات اللي عندي؟ عندي وحدتين سالمون ستيك حلوين كده بالجلد بتاعهم، هديهم تتبيله عكس ما انا بعمل في العادي، ملح وفلفل بس، ملح وفلفل بابريكا توم باودر وبصل باودر. عندي سلطه المانجا، عندي شويه من الفلفل الاحمر الرومي، عندي مانجا فريش، عندي عصير ليمون وبش ليمون، عندي هالابينو لو عايزين الحته السبايسي، لو مش عايزينها نشيله، عندي بصل وعندي كزبره خضراء. اما للتقديم عندي شرايح ليمون وعندي كزبره. الطاسه بتاعتي بتسخن على النار، هنزل فيها شويه من الزيت. عايزه تهدى شويه. هندي تتبيله سريعه اهو، ملح فلفل اسود شويه من البابريكا، ونتبل ايه بكرم شويه لان احنا هنتبل وش واحد بس. البصل الباودر والثوم الباودر. هاخد الستيك بتاعي وهنزل بالجنب اللي فيه الجلد الاول. في بولة بقى بره هنخلط الفلفل بتاعنا، بصل، الهالابينيو، بشر الليمون، المانجا، عصير الليمون، واخيرا شويه من الكزبره الخضراء. هنقلب الكلام ده كويس قوي. هي دي بقى اصلا ما اسمهاش سلطه مانجو، دي اللي هي اسمها المانجو صلصه. طب ايه صلصه؟ دي مش الصلصه بتاعتنا، زي فاكرين لما عملنا قبل كده الحاجات المكسيكان كنا بنعمل معاها حاجه اسمها المكسيكان صلصه، اللي هي بتبقى طماطم متقطعه ما بيبقاش فيها طبيخ، بتبقى على البارد كده. خلاص، فهي دي نفس الفكره بتاعتها، اسمها مانجو صلصه، قلت اسهل كده نسميها سلطه المانجو. شويه كزبره كمان. طيب نقلب كده دلوقتي، نسبتها وقت حلو كده على حراره متوسطه عشان عايز الجلد بتاعنا يبقى كريسبي كده، يقرقش شويه. لو هنشيل خالص الجلد طبعا هتاخد وقت اقل من كده. خلاص ارفع اهو، بصوا بقى احنا بنبص من الجنب كده زي ما انتم شايفين هنا اهو، بتبقى شايف السوا ده، احلى حاجه في السلمون بصراحه بتبقى شايف السوا، فانت اول ما الفاتح والفاتح ده يقابلوا بعض هنا في النص تعرف ان احنا كده ايه، خلاص تمام. بصوا بقى هنقفلها من الجناب اهو، ما تخافوش الشكل ده، ده مش محروق، ده التوابل اللي احنا كنا عاملينها. خلاص على الجناب كده يدوبك ثواني بس نقفل بس كده المسام، تفضل جوسي من جوه. زي ما بقول لكم نتكلم في حاجه في 10 ثواني مش كتير خالص، ونقلب على الناحيه الثانيه. بصوا قفلت بس كده المسام، غيرت اللون. نجيب طبق التقديم، هنزل بالستيكس بتاعتي. زي ما قلت لكم اللون اللي فوق ده البابريكا واخده اللسوعه بتاعتها، ده اللي بيدي الطعم السموكي اكننا مدخنينه. بص كده بنحط البابريكا على الوش وننزلها في الزيت. بعد كده بقى ناخد المانجا بتاعتنا، الميكس اللي احنا عاملينه ده،
في الآخر شوية من الكزبرة خضرة. وعندنا هنا شوية من شرايح الليمون. نص نبقى كده عملنا مع بعض السالمون ستيك بسلطة المانجا أو بالمانجو صلصة. خلونا نطلع اخطف فاصل سريع روق الدنيا حواليا، نرجع نعمل مع بعض على طول الزبادي بالمانجا. متروحوش في حتة. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل. هنعمل ايه دلوقتي مع بعض؟ هنعمل زبادي بالمانجا ونحط لها تاتش فستق كده وشويه حاجات لذيذه قوي. عندنا شويه مانجا فريش، شويه فستق مجروش، شويه من السكر وزبادي وشويه لبن في الاخر عشان نزود نظبط بيه القوام. اول حاجه عندي ننزل بالمانجا. هنزل بالسكر. فستق. والزبادي. بس عايز ايه، اخلي الزبادي ينزل تحت شوية. زود نقطة لبن كده. هنضرب الكلام ده. حلو قوي. كاسات التقديم. وعلى طول الله على الريحة. في الاخر نديها شوية فستق على الوش. شليمهاتنا. ونبقى عملنا مع بعض المانجا باللبن وعملنا لها كده ايه فستق مجروش ياخد الطعم في حتة تانية خالص. وعملناها مانجا بالزبادي انا اسف. وعملناها مع السالمون ستيك بسلطة المانجا. نبقى كده وصلنا لاخر حلقتنا النهاردة. اشوفكم الحلقة الجاية. متنسوش تحبوا بعض. سلام عليكم.